مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب لظهيرة اليوم، أجواء مغشى جزئيا على العموم بكل المناطق الغربية وكذلك الوسطى. المناطق الشرقية ستشهد سحب عابرة نحو السواحل، تكون مرفوقة ببعض الأمطار نحو منطقة الأوراس والمرتفعات الداخلية. خلال أواخر النهار ستتشكل بعض السحب الركامية التي ستتحول إلى رعدية محليا بالمناطق الداخلية الوسطى وحتى الغربية. أما بالمناطق الجنوبية، مناطق شمال الصحراء إلى غاية الواحات، ستشهد أجواء على العموم غائمة مرفوقة بأمطار محلية تكون على شكل زخات رعدية بمنطقة الواحات. أما بالجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى ووسط الصحراء وأقصى الجنوب الشرقي، الأجواء ستكون مغشى جزئيا، كما ستتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة من تندوف نحو الصحراء الوسطى أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهجار وتاسيلي، لما نقول رعود، احتمال لأمطار محلية. الحرارة قصوى خلال ظهيرة اليوم ستقرب 26 درجة بعنابة قسنطينة، 29 درجة بالعاصمة وباتنا، أما بوهران وتيزي وزو سترتفع إلى 30 درجة، تقرب 31 كأعلى مقياس بتلمسان وغليزان، لن تتعدى 24 درجة بالجلفة والبيض، 30 درجة بشمال الصحراء، 36 درجة بتندوف، 37 درجة بتمن راس، تصل إلى 40 درجة بجانات وأدرار، و44 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب. أما للملاحة والصيد البحري، نهار اليوم ليلة اليوم الحرارة الدنيا ستقرب 14 فقط بالبيض بالجلفة بقسنطينة، 18 إلى 19 بسواحل، في حدود 22 درجة بشمال الصحراء بتندوف، 26 درجة بتمن راس، 31 درجة بإن صالح، وترتفع إلى 33 درجة ببرج مختار. أما للملاحة والصيد البحري، نهار اليوم البحر بإذن الله سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو سواحل الوسطى والغربية، رياح ضعيفة إلى معتدلة تتنا ضمن تيارات غربية تماما أحيانا جنوبية غربية بسواحل الغربية. عن وقت غروب الشمس، نهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 مساء و39 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.